السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد. موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024 والقنوات الناقلة. تعرف على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع. يستقبل ملعب فيلتينس أرينا قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين إسبانيا وإيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعات يورو 2024. ونجح المنتخب الإسباني في الفوز بمباراته الأولى على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد،
وسيعمل على مواصلة الانتصارات وحسم القمة أمام إيطاليا لضمان صدارة المجموعة. على الجانب الآخر، المنتخب الإيطالي حاله لا يختلف كثيراً عن إسبانيا، فقد تمكن الأتزوري من قلب الطاولة على الأبدانية والفوز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف. سنتعرف معاً على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة. ما هو موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024؟ موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في مجموعات يورو 2024 هو 25 يونيو 2024 على ملعب فيلتينس أرينا. ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024؟ تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية. إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو، لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار. يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة. شكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.